السلام عليكم. اليوم نروح للولايه تاجيجل اللي نقف على اشغال نتاع المركب سحق البذور الزيتيه في منطقه كوتاما بالقرب من مدينه تاجيجل، واللي الاشغال هذه حسب ما يظهر انه راهي قطعت اشواط جدو متقدمه وما بقاش بزاف. ان شاء الله المركب هذا تنتهي الاشغال به وينضاف الى المركبات الاخرى وتكون عندنا صناعه وانتاج زيوت غذائيه في الجزائر بانتاج وطني 100%، وسوف يدعم اكيد هذا يعني الانتاج هذا يدعم منظومه غذائيه في الجزائر، وكذلك يعطينا امكانيات للتصدير نحو الخارج لهذه الماده الاستراتيجيه. إذا أترككم تتابعون هذا الفيديو حول الموضوع، والسلام عليكم. انطلاق هذه الأشغال جاء بعد رفع كل العراقيل الإدارية والتقنية على هذا المصنع المختص في إنتاج وتحويل الزيوت النباتية والأعلاف بولاية جيجل. مصنع ضخم في طور الإنجاز سيسمح بعد دخوله مرحلة الإنتاج بتغطية احتياجات السوق الوطنية من الزيوت النباتية الخام بنسبة 20%، وتلبية الاحتياجات الوطنية من الأعلاف بأزيد من 65%. على مساحة 24 هكتارا يتربع مشروع مركب طحن البذور النباتية بمنطقة بازول بولاية جيجل، مشروع هام ينتظر أن يلعب دورا محوريا في تطوير الزراعة المحلية وتوفير أزيد من 300 منصب شغل مباشر و 1750 منصب شغل غير مباشر. مصنع كوتاما للزيوت رانا نصنعوا فيه هذه شحال باسكو راح يوظف العديد من الشباب ان شاء الله، ماذا بينا يكملوا كامل واش بقى في المشروع هذا ويفتحوا عن قريب ان شاء الله. ننتظروا هذه الوحده باش الاخوه الفلاحين يصيروا مطمئنين للمصير تاع الانتاج ديالهم، كذلك راح يعود بالاثر على الاخوه المهنيين وعلينا كذلك في ولايات مجاوره، كون هذه الوحده لها قدرات تاع طحن وعصر الزيوت النباتيه. نستناو فيه بفارغ الصبر. ايه على لانه فيه مناصب شغل، مثلا بعض الفلاحين اللي عندهم طموحات باش يزرعوا حوايج، وبالتالي ولا احنا متفائلين خير وان شاء الله يكون في اقرب وقت. وبعد تدليل كل العقبات امام هذه المنشاه الصناعيه، فهي تعرف اليوم وتيره متسارعه في الانجاز، خصوصا انها مزوده باحدث المعدات اللازمه لتحويل 5000 طن من البذور يوميا. بعد رفع جميع العراقيل وبعد 5 أشهر من الانطلاقة، الآن تتراوح نسبة الإشغال 80% بصفة عامة، وحسب التوجيهات المعطاة سيتم الانتهاء من إنجاز خلال نهاية السداسي الأول من السنة المقبلة 2024. المشروع ينقسم إلى مناطق، الأولى للشحن وتخزين المواد الأولية، الثانية للتحويل والإنتاج تسمح بتحويل 5000 طن من البذور يومين إلى ما يقارب 1000 طن من الزيوت المائدة الخام و 4000 طن من الأعلاف. المنطقة الثالثة تخزين المنتوج النهائي بسعة 100000 طن من الأعلاف و 30000 طن من زيوت الخام. وهنا يقوم هؤلاء العمال بضبط آخر الإعدادات التقنية والميكانيكية للمركب لاستكماله في آجاله المحددة ودعم السوق الوطنية بمنتوج غذائي محول محليا. فيما يخص الاشغال الميكانيك وهي تمشي بوتيره متسارعه، ورانا في مع الاشغال النهائيه للانابيب والخزانات. بالنسبه لبحث التحضير والاستخلاص راهي تقنيات جديده وحديثه. الاشغال جد متقدمه فيما يخص الهندسه المدنيه وتركيب الهياكل المدنيه. حاليا بدانا في اتمام الشبكات الخاصه بمياه الامطار، مياه الصرف وشبكات الاناره. احنا في يعني في مرحله جد متقدمه من التركيب، رانا في صدد يعني انستالاسيون دي زارموار الكتريك، انستالاسيون دي كليراج، يعني تركيب الكابلات، تركيب لي شومان دو كابل، كون ابل لي شومان دو كابل. إعادة بعث نشاط هذا المشروع الحيوي الهام سيعطي حركية كبيرة للمنطقة ولميناء جنجن العالمي. دخول مصنع الزيوت سيسمح لميناء جنجن بمعالجة قرابة
2 مليون طن بين صادرات وواردات. سيستعمل سفن كبيرة مما سيسمح يعني بتخفيض الكلفة اللوجستيكية. تطوير الصناعة الغذائية التحويلية بالجزائر رهان يرفع لتحقيق توازن بين الفلاحة والصناعة، ومنها المساهمة في الرفع من عائدات الإنتاج الوطني.